البئر في جوائز الأوسكار 2017. سافرت الثقافة العاصمية إلى مدينة ميلانو الإيطالية في أسبوع تراثي بامتياز. أسأل لعاب الإيطاليين فأجمعوا كلنا نريد زيارة الجزائر. نداء من يجيب عليه يا ترى؟ تفاصيل أوفى في سياق تقرير طارق مغنم وليليا داود. الجمهور كان تعرف على التراث الجزائري، النحاس والسيراميك والكتاب، وزيارة عملوا زيارة للجزائر من خلال الصور في معرضين، أحدهما في مكان استراتيجي جدا وهو الدومو، وهو مزار لكل الناس اللي تجي من العالم كله إلى ميلانو. عديد الأعمال الفنية من موسيقى أندلسية ونغمات الزرنة إلى لمسات سحرية ميزت الألبسة التقليدية التي إن قلنا نالت إعجاب الإيطاليين فقد قصرنا، فما كان عليهم إلا أن يجمعوا ما أجمل الجزائر. أنا واحد من الإيطاليين الذين يهتمون بالثقافة الجزائرية، زرتها مرة واحدة في حياتي وأود العودة لكي أزور ولاية أخرى خلاف الجزائر العاصمة. اللباس التقليدي للعاصمة جد رائع وجميل، لقد أعجبني العرض. البرنامج الخاص الذي سافرت به العاصمة إلى ميلانو أبهر الإيطاليين وأعلن بداية حلم زيارة الجزائر، حلم تحوم حوله كوابيس غياب استراتيجية خاصة بالسياحة. جيمي بيان لا تراديسيون سورتو لي فيتمون لا دانس اي لا ميوزيك سيتي تري تري بيل. جيميري بيان فينير ان الجيري مي جو كوا كو كوم توريست يا با بوكو دي بوبليسيتي سي ان ايطالي بور دير فيني ان الجيري يا با دي تور يا با دي شوز كي مونتر كوم يفو فينير ان الجيري. هي إذن تقاليد عاصمية أصيلة سافرت بموروث حضاري وعرفت بعادات وتقاليد وجب الاعتناء والافتخار بها من خلال وضع خارطة طريق واضحة للتزاوج بين الثقافة والسياحة. نبقى مع الأسابيع الثقافية، أين سينظم الآن أسبوع ثقافي لكوريا الجنوبية من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل بالجزائر ليبرز تنوع وثراء هذا البلد الأسيوي، وتندرج هذه الطبعة الأولى التي تنظم بالتعاون مع وزارات الشؤون الخارجية والثقافة والشباب والرياضة، والتي ستضم مختلف المجالات، ويضم برنامج هذه التظاهرة التي تجرى أو ستجرى فعاليتها بالجزائر العاصمة وكذا قسنطين مجموعة من النشاطات تبرز العديد من جوانب الثقافة الكورية، منها السينما، المسرح، الصورة وفن الطبخ. كما يضم البرنامج عرض أفلام واستعراضات موسيقية ومسرحية، بالإضافة إلى نشاطات رياضية وبرنامج تنشيط مخصص للأطفال. وبهذا الخبر مشاهدينا الأكارم نختم الموعد الثقافي.